السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعض الناس يملك مهارات فريدة، تخصصات نادرة، ولديهم أحيانا قدرات استثنائية في الحديث والحوار وفن الإلقاء، تجعلهم مؤهلين تماما للنجومية، ومع ذلك يرفضهم الناس. ولعل حلقة اليوم حول القيم الأخلاقية تكشف لنا بعض أسباب الفشل في تحقيق نجومية يستحقها هؤلاء، لكنهم فقدوها بسبب سوء أخلاقهم. لا يمكن لنجم رسالي نبحث عنه ونريد أن نصنعه أن ينجح وهو يفتقد لفضيلة التواضع، أو لديه قلب غير صاف تجاه الناس، أو غير متسامح، أو صعب المراس وعنيد. النجم يحتاج بشدة أن يكون إيجابيا في كل أموره. النجم الذي نبحث عنه ونريد أن نصنعه يحتاج أن يستمع إلى الناس كما يسمعون له، ولا يحبس نفسه في سجن ذاته فقط. القيم الأخلاقية الهامة هي موضوع حلقتنا اليوم، حياكم الله. نبدأ بالقيمة الأولى وأعلى القيم بالنسبة لي من القيم الأخلاقية، وهي قيمة التواضع. خلق التواضع ربما أحوج ما يكون له الإنسان عندما يصل إلى النجومية. النجوم دائما متهمون بالغرور، وهذا التواضع يجب أن يكون تواضع حقيقي وليس تواضع مصطنع أمام الجماهير. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وهو أكرم الخلق عنده سبحانه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من أسوأ ما يقوم به مستشارو النجوم هو محاولة افتعال وترتيب أنشطة لإظهار تواضع النجم. الناس لا تنخدع بذلك، تصنع هذا سرعان ما ينكشف. وأفضل علاج لذلك أن تؤمن كنجم بفضيلة التواضع، تؤمن بها بحق. ربما غرت النجم نجوميته، ربما غره إقبال الجماهير عليه فيزداد إعجابه بنفسه. وليته يقتدي بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عندما قيل له: ما أكثر الداعين لك؟ فتغرغرت عيناه بالدموع وقال: أخشى أن يكون هذا استدراج من الشيطان. وكان من دعائه: أسأل الله أن يجعلنا خيرا مما يظنون ويغفر لنا ما لا يعلمون. كان ابن تيمية كثيرا ما يردد: ما لي شيء وما مني شيء ولا في شيء، كلها من الله عز وجل. الكبر هو السبب في إخراج إبليس من رحمة الله، أنا خير منه. هذا الكبر هو الذي أيضا يخرج النجم من قلوب معجبيه عندما يروا فيه هذا التكبر. نبينا الكريم يقرر قاعدة عامة في النجومية، وهو أن الإنسان يعلو عند الناس بقدر تواضعه. قال عليه السلام في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رفعه الله عند الناس يعني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضعه حين يصافح شخصا لا ينزع كفه ولا يصرف وجهه حتى ينزع الشخص المقابل كفه ويصرف وجهه. وكان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير ويجلس في أي مكان ينتهي به المجلس، وربما أمسكت الجارية الصغيرة بيده في طرقات المدينة ليساعدها في حمل حاجاتها، وكان يسلم على الصبيان. كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، يصلح النعال بإيده ويحلب الشاة لأهله. تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحلب شاة ويأكل مع الخدم ويجالس المساكين، وإذا التقى بأي إنسان هو الذي يبدأ بالسلام. هذه معاني كلها
حقيقية وليست تمثيل. مر عبد الله بن سلام رضي الله عنه في السوق وعليه حزمة من حطب وهو عظيم من عظماء العرب، فقال له الناس: ما يحملك على هذا؟ هو سيد اليهود، أسلم، هو عظيم عند المعظم عند العرب، ما يحملك على هذا؟ أنت تحمل خشب على ظهرك وقد أغناك الله، يعني عندك خدم كثيرين وتستطيع أن تستعين بمن شئت. فقال: أردت أن أدفع به الكبر، بس شعرت بعظمتي هكذا فأردت أن أؤدب نفسي. ليس من التواضع أيها النجم بدعوى التواضع أن تكون مهلهل الملابس، سيء المظهر، لا تهتم بأذواق الناس وما تهتم بأعراف الناس. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له فضلا عليك، ما ترى أحد من المسلمين إلا وترى أنه خير منك. إذن التواضع ليس قضية شكلية، التواضع قضية قلب. ويصدق ذلك قول الشاعر: ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم من تحتها قوم هم منك أرفع. فإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم طاح من قوم هم منك أمنع. ونحن نقول لنجمنا: تواضع، تكن كالنجم، لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، هو قريب، اللي يشوف النجم في صفحات الماء يشوفه قريب لكنه رفيع. ولا تكك الدخان يعلو، الدخان يرتفع في طبقات الجو وهو لا قيمة له، خالي وهو وضيع. فإذا رأيت من هو أكبر منك فقل: سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني. وإذا رأيت من هو أصغر منك في العمر فقل: سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني. فتكون هذه معاني حقيقية وليست تمثيل. ومن باب التوازن يجب أن يكون تواضعك من غير منقص لك، يعني مش باسم التواضع تقبل الإهانة بحيث يتحول التواضع إلى ذلة. المؤمن عزيز الجانب، التواضع هو انكسار القلب لله عز وجل وخفض جناح الذل والرحمة لعباد الله سبحانه وتعالى، فلا يرى له عند أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه. أنا ما عندي فضل على الناس، أنا ما عندي تميز على الناس، التميز الذي عندي هو من الله، وإذا في شيء هو من أعطيات الله، وإذا شيء عندي هو من الله ثم من الناس. فيرى الفضل للناس عليه ويرى الحقوق لهم عليه. أما المهانة والذل فهي الدناءة والخسة وبذل النفس أو ابتذالها من أجل حظوظ شهوات، يبدأ يعني يتملق طاغية ولا يتملق من أجل المال والعطاء والأعطيات، هذا الذل. قيمة أخرى من القيم الأخلاقية قيمة الصفاء. الصفاء، عليك أيها النجم أن تكون صافي القلب، خالي من كل غل وحسد وحقد على أحد. احرصوا على الصدق، احرصوا على الشفافية، على الوضوح مع الناس، هذا الصفاء. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فترقب الصحابة من هذا الرجل الذي سيظهر، فطلع رجل من الأنصار تقطر لحيته من الوضوء، وكان من بين الحضور عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فتطلعت نفسه يريد أن يعرف سر هذا الرجل، فاحتال بحيلة، قصة طويلة، حتى أذن له الرجل أن يبيت عنده 3 ليالي. فاستغل عبد الله هذا المدة ليعرف ما يقوم به هذا الرجل اللي خلاه يدخل ويصبح من أهل الجنة، ما هي الأعمال والقربات. فلم يرى عنده كثير صلاة بالليل ولا كثير صيام في النهار، فسأله عن العمل الذي جعله من أهل الجنة. قال: لا والله ما شفت، هذا اللي شفته، ما عندي شيء ثاني، يعني ما مثلت أمامك غير إني
لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه هي التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق. ما في غل، ما في حسد على أحد أبدا. هذا الصفاء. إذن لا أجد عن صفاء وسلامة الصدر أفضل منها مما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ هل في يوم من الأيام أشد من أحد؟ أحد من أشد الأيام على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، لقد لقيت من قومك، يعني من قريش، ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، لما عرضت نفسي على في الطائف، عرضت نفسي على ابن عبد ياليل من بني عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، بعد ما تعرفون رموه بالحجارة صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فلم أستفق، يعني من شدة الهم ما استفقت إلا وأنا بقرن الثعالب في وادي قريب من مكة. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، سواء مكة أو أهل الطائف، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. يعني في أهل مكة لما يقول تطبق عليهم الأخشبين، هذا ليس المقصود به أهل الطائف، مقصود به أهل مكة تطبق عليهم الأخشبين، لأن هم الذين أكثر ناس عاندوه. يقول: فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا ما في صفاء، قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، إذا هم ما آمنوا يمكن أولادهم يؤمنوا، أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إذا هذا الجيل ما أطاعنا، ما سمع لنا، الجيل القادم يسمع. على فكرة هناك نظرية، بل صارت حقيقة علمية، تشير إلى أن أبناء جيلنا لا يقبلوننا، أي صاحب فكرة أقبل جيل، حتى على فكرة حتى في العلوم علماء جيله لا يقبلوه، الجيل اللي بعدهم الذين يقبلوه، وهذا مما يجعل يعني نفوسنا أصفى. ومن الأسباب المعينة على صفاء النفس إصلاح ذات البين وحسن الظن والتماس الأعذار. أنا تعلمت شيء في الحياة من يعني جميل، وهو أني لا أعاتب أحدا، دائما ألتمس العذر، هذا مريح نفسي مريح الناس. تتعلم هذا الصفاء، جميل والله، مريح. وحب الخير لكل الناس، تعلموا لما واحد بالسيارة يرمي نفسه عليكم كذا بسيارته يكاد يقتلكم، فبعد أن تهدوا أو أثناءها أحسن وأحسن، قولوا: يا رب الله يحفظه، إن شاء الله ما يصير له حادث. يعني مو تقوم تسب فيه. فإذا هذا الذي نتحدث عنه الصفاء. طبعا الصفاء لا يعني السذاجة، ولا يعني أننا ننخدع، بل يعني أنك إذا أوذيت لا تؤذي، وإذا ظلمت لا تظلم، ممكن تأخذ حقك بس ما تظلم. مزيد من هذه القيم الأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها النجوم، نريد أن نتعرف عليها لكن بعد الفاصل بإذن الله. خلق التسامح من الأشياء، يعني من أعظم الأخلاق اللي بحب، يعني أنه أنا أتبناها كإنسان، وبحب تكون موجودة بكل حدا يعني بمهنتي. يعني أذكر لك بس تجربة بسيطة. أنا في بداياتي كانت يعني بعض الصحف كقلاع مغلقة، ومن الصعب جدا تخترقها أو حدا يعطيك. من كثر ما عانيت أنا، الآن كل ما أشوف حدا يعني رسام مبتدئ أو هذا، على طول بحب أساعده. والله ليش؟ لأنه كنت أعاني،
لاني لما انا بكون قاعد بالمكتب بشوف طالب خريج جديد هيك ولسه عنده هذا، بتذكر حالي لما كنت ادق ابواب الصحف وكيف كانت توصد الابواب في وجهي، على طول بستقبله واهلا وسهلا ورسمك حلو وبشجعه وبعطيه اسم البرنامج وبعطيه اللينكات وبخليه يعني كيف ما بقدر اساعده، وبشعر بسعاده والله العظيم بتخفف عني معاناتي في البدايات لما كانت تغلق الابواب. روح المبادره عندي لها سببين اساسيين، السبب الاول التكوين الذاتي، فانا انسان بذاتي مبادر وانسان يحب المغامره. والسبب الثاني ألا وهو قراءاتي في كتب التاريخ وخاصة المعاصرين، فكنت أقرأها من المرحلة المتوسطة وما بعد ذلك، وجدت أنهم بادروا بمشروعات فأنا لماذا لا أبادر؟ وكانت في عقليتي قضيتين أساسيتين، إن يكون عندي مستند شرعي للي قاعد أتحرك فيه، والجانب الآخر أنه يكون فيه نفع عام. كثير من الناس عارضوا الأفكار التي قدمتها في جانب الإعلام الفضائي أو في جانب المشروعات الشبابية، طالما عندي مستند شرعي حقيقي وطالما عندي منفعة عامة كنت أتقدم وأدخل في هذا المجال. كثير عارضوني، كثير توقفوا، الآن أنا أضحك كثيرا لأن أجد الذي كنت أبادر به وأقدمه هم يفعلونه اليوم، وربما يتمنون المشاركة في بعض مشروعاتنا. لكن الشيء الأساسي الذي بقي ثابتا عندي أنني لم أنقد هؤلاء لا بحسد ولا بغل ولا ببغض. أنا بعتقد بأنه القيم ربما تسمى قيم وربما تسمى رسالة، أنا بالنسبة لي هي رسالة، لأنه إذا بدي أفكر فيها كقيم عند تقديم مادتي سواء كانت تلفزيونياً أو صحفياً راح أظني أسير التنظير. فلذلك عندما أشعر بأنها رسالة، الرسالة تبقى دائماً حاضرة والهدف منها الاستمرار للأجيال القادمة. واجبنا دائما أن نتضمن أن يضمن أي مادة نعملها سواء كانت تلفزيونية أو صحفية برسالة، لأنه أعتقد غير ذلك يصبح ما نقدمه مجرد تهريج، مجرد تأتأة، مجرد ملء فراغ. لا نريد أن نملأ الفراغ، نريد أن نملأ الفراغ بفائدة حقيقية تستمر لأجيال طويلة. أهلا بكم ومرحبا معكم نجما وحديثنا عن القيم الأخلاقية للنجوم. القيمة الثالثة هي قيمة التسامح. التسامح هو إزالة أثر الذنب من النفس. التسامح أبلغ من العفو. التسامح تجاوز الإنسان لما يتجاوز عن ذنب اللي أمامه بالكلية واعتباره كأنه لم يكن أصلا. العفو يقتضي إسقاط اللوم وإسقاط الذنب، لكن هذا حدوده. التسامح أعلى من ذلك. لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوالها بالإضافة أنه كان خلقه القرآن، كانت تقول لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وبالتالي ما معنى التسامح؟ انك التسامح انك ما تمسك الاخطاء على الناس بل تنساها. واحد اخطا في حقك تنساه خلاص، تبدا تتعامل معه كانه لم يفعل شيئا. طبعا له حدود والا سيعتبر ضعفا، ودعونا نتكلم شويه عن هذه الحدود. لكن خلينا نأصل التسامح اولا. جاء رجل الى علي بن الحسين رحمه الله تعالى فقال له ان فلانا قد اذاك ووقع فيك، يعني يتكلم عليك كلام سيء. قال فانطلق بنا إليه، خلينا نروح له. يقول فانطلقت معه إليه وهو يعتقد أنه خلاص يعني راح ينتصر لنفسه. فلما أتاه قال علي بن الحسين، شوفوا هذا التربية الأصيلة، فقال يا هذا إن كان ما قلت في حقا، إذا فعلا اللي قاعد تقوله من مساوئ موجودة فعلا فيني فغفر الله لي، سأل الله أن يغفر لي. وإن كان ما قلت في باطلا كذبت علي فغفر الله لك. يا سلام، هذا التسامح. في رجل أسمع الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز كلاما فقال له أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان وبالتالي أنال منك اليوم ما تناله مني غدا، يعني أذيك اليوم بأذى أكثر منك مما تستحق فتعاقبني بها يوم القيامة. انصرف رحمك الله. يا سلام، أي معنى هذا؟ هذا عمر بن عبد العزيز صاحب خلق غير عادي. مرة كان ماشي
وبعدين في الليل ومع جنوده بس ظلام. فرجل ماد رجله في وسط الحي الشارع، شارع صغير ضيق، فداس عليه عمر بن عبد العزيز ما شافه، فقال بدأ يصرخ وقال: ماذا فعلت؟ أنت حمار؟ يكلم الخليفة ها أجلكم الله. فطبعا الجنود استفزوا، فالخليفة فورا قال: لا أنا عمر بن عبد العزيز، وكمل طريقة، أنا ماني حمار أجلك الله، قال لي سبني، أنا متبع سياسة عندي بالفيسبوك وما يتبعها، قال لي ينتقدني أتأمل في نقده، واللي يجرحني أعفو عنه، واللي يتكلم كلام بذيء سوي له حجب وانتهينا، ما في داعي أن أرد عليه ولا غيرها. فتعلمنا من خلقهم هذه الأخلاق. فأنتم كنجوم للمستقبل ستحتاجوا بشدة لخلق التسامح، سمح النفس الهين الذي يعني يستطيع أن يعفو ويعني يسامح بسهولة، هذا الذي سيحظى بقصد كبير من محبة الناس وثقة الناس به، لأنه يعاملهم بالسماحة، بالبشر، بلين الجانب، بالتغاضي عن السلبيات. هذه أنا أشوف خطأ، لكن ما أرد على الخطأ بخطأ، وقانون رئيس يحفظوه: لا تعالج الخطأ بخطأ، ما يتعالج الخطأ بخطأ، وخاصة في تعامل النجم مع المقربين حوله، هؤلاء الذين يشتغلوا حوالينا والله يجزيهم خير، الذين يعني ينتجوا معنا برنامج ولا يخرجوا مثل هذا البرنامج الجميل، إذا واحد أخطأ ولا كذا، أو واحد معاي في شركتي في التدريب ولا شركتي في النشر ولا كذا، واحد يخطئ نحن نعلمهم، إذا أخطأوا ننبهه، لكن ما عاقبه، وإذا كرر الخطأ عندها تكون مشكلة، لكن متى؟ بعد التعليم. يحكى أن أنس رضي الله عنه ما لاقاه من النبي صلى الله عليه وسلم من حسن المعاملة يتحدث عنه بإعجاب غير عادي، يقول كان خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خادم لأنه على فكرة ما كان فقير ولا محتاج، كانت أمة وهي من أشراف الأنصار جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله هذا ابني أنس خليه يخدمك. هي ماذا تريد؟ تريد أن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، وفعلا 10 سنين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو من أكثر الناس رواية الحديث، فكان خادم من أجل العلم. يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف، ولا قال عن أمر لما صنعت هذا، ولا قال هل لا صنعت هذا، لو صنعت هذا كان أحسن، ما عمره قال أبدا لا أف ولا. يا أخوة، هل يستطيع الآن يوم واحد ما يقولها لموظف ولا خادم ولا عامل ولا هذا معنى التسامح. إذن من علامات سماحة النجم طلاقة الوجه، مبادرة الناس بالسلام، حسن العشرة بالمعروف، هذه كلها من معاني النجومية. المعنى الرابع هو معنى الإيجابية، والقيمة الرابعة الإيجابية. الإيجابية هو الاندفاع الذاتي من داخل النفس، تدفع الإنسان نحوه بسبب إيمان هذا الإنسان بفكرة من أجل أن يغير الواقع إلى واقع أفضل، وهكذا تغيير إيجابي متواصل حتى يصل إلى غايته التي يبغيها. أقوى دافع للنجم يجعل شعار لحياته قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ها أكبر دافع، كل هذا الدنيا هذه كلها في النهاية هي فترة قصيرة، هذا الدافع الأساسي. أي دين، أي منهج، أي مبدأ يدعو إلى الإيجابية كما يدعو الإسلام لها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة زرعة يريد أن يزرعها، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. من سيستفيد منها؟ حتى هو لن يستفيد، لكن على الأقل فعل شيء إيجابي. الإيجابي لا يهم ما يبذل من جهد في سبيل المبادرة إلى الله عز وجل، أليس في الآية: وجاء من أقصى المدينة، من آخرها من أبعدها، رجل يسعى يعني يمشي بسرعة
لاحظوا التعبير من أقصى المدينة، حتى في قصة سليمان لاحظ طائر الهدهد رغم ما تعرض له من خطر العقاب لما غاب بسبب التهديد الذي جاء ووصله أن سليمان هدده، مع ذلك أصر على الإيجابية ويكلم أعظم ملك في الدنيا كلها فيقول له أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ إلى فلسطين، جئتك من سبأ بنبأ بخبر يقين. فكم هذه المسافة اللي قطعها من اليمن في جنوب الجزيرة طائر صغير إلى مملكة سليمان في فلسطين من أجل أن يوصل له هذه الأخبار. وحتى النملة إيجابيتها أنقذت قبيلة النمل من الهلاك، قالت نملة يا أيها النمل الآية، أنقذتهم لما نادتهم. الإنسان يبحث عن هذه الإيجابية. جماهير عادة تنتظر من النجم مواقف، وخاصة في مجال النجم الفنان الداعية إلى آخره، فيجب أن يكون إيجابيا ويبادر باتخاذ المواقف وتوضيح الحق للجماهير، وإلا ستؤثر كل هذه المسائل على النجومية وعلى محبة الناس. والسبب أنه افتقد هذا الجانب العظيم من أخلاق النجوم الذين يحملون الرسالة. إذن اجعلوا شعاركم يا شباب التفاؤل، اجعلوا شعاركم أن تمدح، كنوا محفزين، قدروا الناس، استفيدوا من طاقاتهم مو من كفاءاتهم، انشروا طاقة إيجابية حولكم. في بعض الناس ما ينظر إلا بنظرة سودة كل تشاؤم، إياكم أن تكونوا من هؤلاء. ونختم هذه الحلقة بالحديث عن الخلق الخامس وهو حسن الاستماع. مشكلة عند كثير من النجوم أنهم يحبون الكلام أكثر مما يسمعون، وخاصة طبعا أنا وجدتها عند الحكام وكبار التجار، يحب يتكلم طبعا لأن عنده خبرة عنده تجربة، بس الأجمل أن يسمع. كذلك الناس في كثير من أحوالها تحب من يستمع لها لا من يتحدث إليها. فإذا وصلتم إلى النجومية لا تتكلموا بغير داعي، واستمعوا إلى من أمامكم حتى ينتهي من الحديث. هذا الإنصات فن، والإنصات الجيد سلوك حضاري، سلوك راقي، هذا أحد عناصر عملية الاتصال، أن نتقن هذا الفن في التواصل. النجم الصحيح يحسن التواصل مع من حوله، فلما تستمع وتصغي لمحدثك فذلك يعني أنكم مهتم، أن أنت مهتمة بما تقول هذه المعجبة بك، مهتمة بما يطرح عليك من أفكار ومن قضايا. حتى الذين يخالفون في الرأي نستمع إليهم، ستدهشوا حينما ترون أن المتحدث حتى المخالف سيرتاح وسيهتم بما نطرح نحن عليهم. النجم الذي يجيد فن الإنصات هو الذي يعطي نفسه هيبة ويجعل في أعين الناس أكثر حكمة وأكثر ذكاء، اللي يتكلم أقل حكمة من الذي يستمع، والعكس صحيح كما ذكرنا. إذن النجم الذي يكثر مقاطعة المتحدث ولا يحسن الاستماع يتخذ الناس منه موقفا سلبيا. هذه أهم الأخلاق وغيرها كثير، القيم الأخلاقية بدونها تكون النجومية شهرة ومال، ونحن نريد النجومية قيمة ورسالة، فكونوا من هذا الصنف. حفظكم الله وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. نجومية بلا أخلاق هي نجومية قصيرة المدى، كثيرة الأعداء، قليلة التأثير، وستذهب سدى.